قال في بدائع الفوائد لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فما هل هذا صحيح؟ الصواب ان الغلام يؤم اذا عقل الصلاة ولو كان من 7 سنين، اذا عقل الصلاة وفهمها لا بأس ان يؤم الكبار بالفرض والنفل. اذا عقل الصلاة وفهمها في صحيح البخاري عن عبد بن سلمة الجرمي قال ابي جئتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمك واكثركم قرانا. قال فنظروا فلم يجدوا اكثر مني قرانا فقدموني وانا من 76. اخرجه البخاري في صحيحه وابو داود وغيرهما. فاذا كان الغلام عاقلا فاهما جيدا يعقل الصلاه وهو اقرب من الحاضرين قدم، ولو كانوا بالغين وهو غير بالغ. اما اذا كانوا على السواء فالبالغ اولى، على السواء فالبالغ اولى، وما كان اعلم وافضل فهو اولى. لكن لا باس يتقدم الصغير ويصلي في الناس ولا حرج في ذلك اذا كان اهلا للصلاه، واذا كان اقرا الحاضرين قرا واولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.